عندنا مجموعة حوادث كده ومجموعة أخبار في مصر خلال ال 24 ساعة اللي فاتت. خلينا نقف كده الأول، نبدأ بالرقم، رقم وزارة الصحة المصرية على حد ما جه في البيان أو على حسب ما جه في البيان الرسمي لوزارة الصحة. أمس تم تسجيل 645 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا وتم تحليلها معمليا، ووفيات 40 حالة جديدة فقط. ده الخبر الأول أو الموضوع الأول. الموضوع الثاني هو شفته قبل 10 دقايق أو لسه حد من المشاهدين عامل لي منشن في الخبر على صفحة وزارة الصحة، يقول لك مطار القاهرة يستقبل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني. بعيدا، أنا مش هتكلم بقى وأقول الكلام اللي احنا قلناه قبل كده والزملاء قالوه والأطباء قالوه إن هذا اللقاح غير معتمد وغير مرخص ولم توصي به منظمة الصحة العالمية والدول ما جابتوش، كل الكلام ده خليه على جنب. لكن في البيان اللي نازل على صفحة وزارة الصحة يقول لك استقبلت وزارة الصحة منذ قليل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا ضمن سلسلة اللقاحات من جمهورية الصين الشعبية ضمن الهدايا التي منحتها جمهورية الصين الشعبية. عايز أقول للست وزيرة الصحة والسيد رئيس الوزراء وللسادة في مصر، الهدية لا تهدى ولا تباع، لا تباع ولا تهدى. لحد النهاردة كل اللقاحات اللي دخلت البلد كلها هدايا، هدية من وزارة الصحة من الصين، الدفعة الأولى والثانية وصلت النهاردة، وهدية من دولة الإمارات، وهدية من روسيا، وهدية مش عارف من فين. كل هذه الهدايا اللي دخلت البلد، الهدية من باب الذوق كده، يقول لك الهدية لا تباع ولا تهدى. يعني معلش كده بعد اذنكم، الحاجة اللي جاية لكم هدية دي هادوا بيها المصريين واعتبروا المصريين ايضا ايه يستحقوا هذه الهدايا. خبر الثالث عشان نبقى كده ايه ماشيين، خبر كويس وخبر وحش، عشان بس ايه ما تقولش ان انا بجيب لك الاخبار الوحش. وزارة الصحة استقبال 5.8 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا يوم 30 مارس. طيب يا اخوانا، العالم كله النهاردة بيحذر من لقاح أسترازينيكا. دول أوروبية، 13 دولة أوروبية قرروا عدم حقن مواطنيهم بهذا اللقاح لأنه يسبب جلطات تؤدي للوفاة. انت جايب الراجل الطيب كبار السن او الطبيب عشان تلقحه بهذا اللقاح عشان تحميه من فيروس كورونا اللي نسبة الوفاة فيه مش عارف لا تتعدى 10%، تقوم تجيب له مرض تجلطات في الدم يؤدي بالنهاية الى الوفاة. فده سلوك غير مسؤول. ويطلع كمان مستشار الدولة للمستشار الرئاسة الصحي يقول لك ثبت عمليا لدى المعامل المصرية ان لقاح أسترازينيكا لا يؤدي الى تجلطات في الدم. طب معلش، مع احترامي ليك، انا عارف ان انت راجل كبارة وزي الفل وجايبينك من ايام مبارك وحد كده ايه لافي في الوزارة دي كعب داير، انت المعامل بتاعتك دي اجدع من معامل 18 او 13 دولة اوروبية، او انت مثلا الناس دي بتخاف على مواطنيها وانت مواطنينك دولت ولاد البطة السوداء هتديهم اللقاح لانه الارخص ولان انت اخد ديسكاونت عليه ومش مهم. طب معلش استنى شوية، يعني في دول، في 7 دول اجلوا الجرعة اللي هتمنح لمواطنيهم عشان خاطر يتأكدوا مرة واثنين وثلاثة. انت ليه مستعجل؟ ما تستنى شوية، براحة براحة شوية. ده الموقع بتاع، في موقع كده معمول، فاكرين سيسي ميتر او مرسي ميتر، اسف، مرسي ميتر اللي كانت عمل ايام فتره الدكتور محمد مرسي، انجازات دكتور محمد مرسي مش عارف ايه. في موقع كده ايضا عاملاه منظمه الصحه العالميه بجهود كده ناس متطوعين، بيقول لك الدول عملت قد ايه. الكيان الصهيوني 60% من مواطنيه، المملكه العربيه السعوديه مش عارف 17%، الأردن 6.5%، مش عارف بريطانيا 7 مليون، مش عارف. تيجي تبص لينا احنا كمصريين لحد النهاردة ما عدناش 0.5 مليون تلقيح، واحنا عددنا يتجاوز 105 مليون. الموقع ده بيتوقع ان احنا محتاجين
والله ما يعني مش هتصدق 1800 سنه لو مشينا بهذا الكيرف نحن بنلقح كل يوم كم واحد، محتاجين اكتر من 1000 سنه عشان ندي للمواطنين. ست وزاره الصحه امبارح كمان بتقول لك الناس بتعزف على ان هي تسجل اساميها على الموقع، تقول لك بتشتكي ان وصل الناس اللي بتسجل في اليوم فقط 5000. طب ما هي الناس خايفه يا ستي، الناس خايفه يا ست الدكتوره، الناس ما معهاش ال 400 جنيه اللي انتوا هتحلبوهم ثمن اللقاح اللي انتوا جايبينه ببلاش يا ست الدكتوره. الناس ما فيش حملات توعيه تطمنهم، الناس بيشوفوا على السوشيال ميديا بريطانيا بتقول استرازينيكا ومش عارف بلغاريا قالت ايه والسويد قالت ايه ومش عارف مين بيقول ايه على اللقاح، فالناس خايفه. طمنوهم، قولوا لنا كده حاجه تطمن الناس بدل ما انتوا طالعين تقولوا الناس هم اللي مش عايزين واحنا بنقول لهم تعالوا ارجوكم تعالوا من فضلكم. مش كده يعني، مش كده والله، ده صحه الناس واعمار الناس مش لعبه.